كنا بنتمنى الاهلي النهارده يفوز ويصعد للمباراه النهائيه بكاس العالم للانديه بالامارات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يعني النهارده موسيماني تحس ان هو سمكري واقف في الملعب، سمكري وبتاع دوكو وبيعمل اي حاجه في اي حاجه. ان وليد سليمان غايب عن الماتش بالماتشات والكوره بقاله كام سنه وبتلعبه اساسي ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ واللعيبه اللي جايه لسه جايه من بره وجايه من الكاميرون وسفر وتعبانه وعايزه تريح، ولعبت التشكيله في الماتش اللي فات زي الفل زي الفل يا عم زي الفل. تقول لي لعيبه الاهلي من حضر، الاهلي عنده نجوم، الاهلي عنده 30 لاعب نجوم كلهم صف اول، يعني طاهر محمد، طاهر محمد هاني، علي لطفي حارس مرمى كان عامل ماتش الماتش اللي فات زي الفل، والنهارده يعني مثلا ما انت اثرت عليهم. محمد شريف ما يلعبش ما يلعبش محمد شريف. مجدي قفشه ما اعرفش ايه اللي حصل يا مجدي قفشه، في تحرك لا ارادي داخل خط نص الاهلي، تحرك لا ارادي. لعيبه الاهلي النهارده في الضياع، في الضياع الشامل، حتى الكره الجون اللي جابوه اوف سايد واحنا كنا عايزين نزق، يلا يا عم الحاج احسبها جون، ما اتحسبتش جون، ما اتحسبتش جون. التشكيل مش عاجبني، ما هو فريق لسه الناس لسه راجعه من الكاميرون، ما كانتش بتلعب وما دخلتش في الفورمه ولسه اسباب كتيره، والنهارده تيجي تلعبهم مره وتفاجئهم كده وتعمل تدعيمات. يا عم ادي الثقه للناس اللي كانت موجوده الماتش اللي فات وكمل زي ما هي ماشيه وهتمشي وخلاص، وقدر الله ما شاء فعل، مش هنلومك ومش هنقول اي حاجه، لكن الشكل ده اللي يطلع بيه النادي الاهلي ما فيش كوره، ما فيش كوره. الشوط الاولاني كله مضغوط، النادي الاهلي مضغوط مضغوط وما فيش كوره بتوصل عند الجون التاني. فيعني حس بينا شويه، واللي مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس عشان بقى كده ما ينفعش. يعني تحياتي ليكم، السلام عليكم.